الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا والمباريات، لأنه دائما يكون التطور بكل الأمور الحياتية بالنسبة لل يعني حتى طاجكستان والمنتخب منتخب هونغ كونغ. الوشامين البصرة العظمى صدر العراق الباسم المطيري قال الفائدة من هذا اللقاء، بينما كتنيتش من اليسار إلى اليمين ضرغام إسماعيل حسين علي بسام شاكر، وفي المقدمة أيمن حسين، بينما عبد الله المطيري مدرب النيبال يبدأ بكومار بحراسة المرمى خط الدفاع شاند باقي انتهت. هذه الإعادة والإعاقة من طبعا 15 اللاعب دانجي محمد الاقرب للتنفيذ على يد حال على تسديده، الله، هدف اول للعراق علاء عبد الزهرة محل. لاحظ هذا صاروخ، ارض جو، ارض جو راحت، لا لو لا لا يعني لا كومار ولا ثلاثه من كومار، هدف في مرمى النيبال. هدف التعديل، هدف التعديل للنيبال، يعني لاحظ يعني 50-50 خط الدفاع مع فهد، وبالتالي كمل اعتقد خط الدفاع مع فهد وبالتالي كمل اعتقد خطيرة للأسود داخل منطقة الجزاء. بسام اوه حلو، عملية التمرير هجوم الآن، خطيرة خطيرة خطيرة، الله، يعني لاحظ ربما أحمد إبراهيم أو أحمد عبد الحسين، أحمد حسين، عملية تمرير هجوم للعراق عالية خطيرة ومرت إلى ركلة مرمى أيمن بالمباشر، خطيرة للعراق على وإلى كومر أريال، انطلاق الآن هذا اللاعب الخطير، ثاني للنيبال، يعني لاحظ 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 يعني ثلاث فرص للنيبال، النيبال منتجين يعني من ثلاث فرص سووا هدف، يعني قريبة جدا. حسين علي هجوم الآن لدرغام إسماعيل داخل منطقة الجزاء والإبعاد من الحارس كومار، تخبنا مفروض هدف، أحمد قريب عالية على والتسديدة والإبعاد من كومار، عراق درغام عالية وثاني التعادل، التعادل لمنتخب ابو حالوب، لاحظ بهذه اللقطه اوه ايه هو محمد عبد الزهرة يعدل ابو حالوب بالنسبه لمحمد، واعتقد عنده 6 إلى 7 أهداف مع النجف، يسجل الان هذا الثالث، هذا الثالث، هذا الثالث، ثالث ايمن حسين، ثالث للاسود بهذا اللقاء، لاحظ لاحظ المتابعة الممتازة، مر وعدى وثالث للعراق، تلاولة إلى شيرستا، عالية الكرة، خلي بالك يا أحمد، وحرة مباشرة، ثلاثة من اليسار إلى اليمين، سجاد حسين عالية خطيرة، الله 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 الله، أيمن حسين في مرمى النيبال، لاحظ لاحظ، الله الله، على طريقة كبار الكرة العراقية رحمة الله عليه الراحل أحمد المطيري، صفرة سعد الفضلي الدولي الكويتي تنهي هدفين على عبد الزهرة، هدف محمد عبد الزهرة هدف، بينما إذا نتواصل، وأيمن حسين وميمي في المقدمة
عالية خطيرة. نشأت أكرم 112 هجوم الآن ومرت إلى لحظ ميمي ويشترك إريك بيستا بديلا عن الكويتي. أربع بطاقات وخمسة من البدلاء. تبادل الضرب يعني بالعامية البوكسات مع لاعبي النصر. كان لعب معاهم برازيلي ورا المباراة البرازيلي وراجع الكرة هذه المرة. حاول ميمي ميمي إذن بال وكمبوديا قطع للكرة ميمي 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 خامس 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 لمهند علي ميمي هدف ال 17. شوف بالإعادة الله يا ميمي شوف المتابعة مر 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 خامس دوره ميمي مي يسجل للأسود. الهدف من علي عدنان تمريرة مرور ممتاز بشار بشار الله حاول ميمي داخل منطقة الجزاء خطيرة خطيرة سادس 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 سجاد سادس الأهداف لمنتخبنا سجاد جاسم الله على المرور الله يا ولد أكبر من عمرك يا سجاد بهذه اللقطة وبالتالي سادس الأهداف والله احنا طماعين الهدف السابع ممكن علي عدنان كومار من اليمين للاعب راجة حاولت الرأسية وهجوم وإلى ركلة مرمى شمالية لخبط الموضوع بالمجاميع ثلاثة والشرطة والجيش الله سين مور خطيرة سابع 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 لي كومر لاعب رجال وبعيدة إلى ركلة مرمى سين محاولة لمنتخبنا لعلي والإبعاد والتسديدة ومرت الحكم الدولي الكويتي تنهي اللقاء العراق ستة أهداف أيمن حسين هدفين أول المدعوين أنا إن شاء الله نشوفكم إن شاء الله.